كان من المتوقع حظر آرتي على منصة ميتا، فيسبوك وإنستغرام وجميع المنظمات الخاضعة لسيطرة المخابرات المركزية الأمريكية والدولة الأمريكية العميقة التي تتظاهر بأنها منصات معلوماتية. ولم يكن ينبغي السماح لهذه المنصات بدخول روسيا في البداية، بل كان يجب طردها فوراً. وهذه الدولة العميقة ممثلة بوزارة الخارجية الأمريكية أعلنت شبكتنا جواسيس رئيسيين في العالم وأعداء رئيسيين لأمريكا، ووفقاً لهم السبب الأساسي لعدم دعم العالم كله لأوكرانيا، فضلاً عن أن العزلة الدولية لروسيا فشلت، هو عمل شبكة آرتي، ونحن فخورون بهذا التقييم. لقد تم إغلاق باب جديد لنا، لكننا سنجد باباً آخر، وسنواصل العمل على أي حال.